الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائنا الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر علمي، اليوم موعدنا مع درس جديد في مادة الجيولوجيا، الدرس الرابع بعنوان الطيات. في البداية زي ما احنا شايفين في الصور كده شباب، المفروض في الطبيعي ان عملية الترسيب الطبقات الرسوبية أثناء تكوين الصخور الرسوبية، عملية الترسيب بتتم بطريقة أفقية، يعني كل طبقة فوق الأخرى بتتم بطريقة أفقية. ولكن نجد في الصور اللي احنا قدامنا دي يا شباب أن الطبقات متموجة، حدث انسناء أو تموج في الصخور اللي قدامنا دي، تموجات زي ما احنا شايفين في الأربع صور اللي قدامنا دول يا شباب، تموجات في الصخور. المفروض الترسيب بيتم بعملية بطريقة أفقية، أو الطبقات بتكون تقع فوق بعضها البعض بطريقة أفقية. ولكن ايه سبب حدوث التموجات دي، او التموجات دي بنسميها ايه؟ هنشوف طبيعه صخور القشره الارضيه. صخور القشره الارضيه ضعيفه جيولوجيا لانها بتتاثر بالحركات الارضيه اللي تغير شكلها، سواء حركات قوه الضغط او الشد، بتغير شكلها، بتشوهها، بتكسرها او تغير شكلها زي قوه الضغط وقوه الشد. يعني عندنا ولكم مثال طبيعي، مثلا دي صخور موجوده بطريقه افقيه، الطبقات اهي مترسبة فوقها البعض بطريقة أفقية، مثلا هتتعرض لقوة معينة سواء قوة ضغط أو شد، أو قوة ضغط مثلا هتؤدي إلى إيه؟ أيوه، هتؤدي إلى حدوث تموج في الطبقات، أو حدوث انسناء أو التواء في الطبقات. طبعا القوة اللي بتتعرض لها الصخور دي سواء قوة ضغط أو شد، القوة دي ليس لها علاقة بالإنسان، يعني الإنسان لا يتدخل فيها، تمام؟ قوة طبيعية يعني. طيب أنواع التشوه، أنا عندي نوعين من التشوه، تشوه لدن هي الظاهرة التي تتعرض لها الصخور اللدنة. لما أقول صخر لدن يعني إيه؟ يعني مثلا كتاب الطالب عندك، كتاب الطالب ده لدن، يعني إيه لدن؟ يعني لو ضغطت عليه مش هينكسر، هينثني، يتموج، يلتوي، ولكن لن ينكسر، لذلك بنسميه لدن. في بعض الصخور بالطريقة دي طبيعتها كده عاملة زي كتاب الطالب عندك لدنة، تمام؟ الصخور اللدنة دي لما تتعرض لقوة هيؤدي لإيه؟ أيوه، انثنائها والتوائها. تعال نشوف، أدي طبقات مترسبة بطريقة أفقية، هنفترض إن الطبقات دي لدنة، تمام؟ مش صلبة يعني. أيوه، إيه اللي يحدث؟ هتتموج، هيحدث فيها تموجات أو انثناءات أو التواءات، تمام؟ يبقى التشوه اللدن الظاهرة التي تتعرض لها الصخور اللدنة لقوة تؤدي إلى انثنائها والتوائها. طيب النوع الثاني من التشوه، تشوه تقصفي، هي الظاهرة التي تتعرض لها الصخور الصلبة. انت عندك القلم الرصاص مثلا، قلم الرصاص ده ماله؟ صلب، لما تضغط عليه هيحصل له ايه؟ هينكسر، مش هيلتوي ولا ينثني ولا يتموج، لا هينكسر. بعض الصخور كده عاملة زي القلم الرصاص عندك صلبة، تمام؟ الصخور دي لما تتعرض لقوة مثلا قوة ضغط او شد هيؤدي الى ايه؟ تكسرها. تعال نشوف مثال، لو لقيتم عندنا ثلاث طبقات بالثلاث الوان اللي احنا شايفينهم دول مثلا، يعني هتتعرض لقوة معينة، ايوه حدث كسر زي ما احنا شايفين، حدث ايه؟ كسر. اذا طبيعة الصخور هنا ايه؟ صلبة. يبقى لما اجي اقارن بين التشوه اللدن والتشوه التقصفي، التشوه اللدن طبيعة الصخور فيه ايه؟ لدنة، اما التشوه التقصفي هنا طبيعة الصخور فيها ايه؟ صلبة. طيب التشوه اللدن لما يتعرض لقوة ايه اللي يحدث للصخور دي؟ صخور اللدنة دي هتتموج وتنثني أو تلتوي أو تنطوي. أما الصخور الصلبة زي اللي قدامنا دي لما تتعرض لقوة هيؤدي إلى تكسرها. طيب تعال ناخد مثال عليها، مثلا أدي مجموعة من الطبقات الأفقية زي ما احنا شايفين كده، الصورة على اليمين هتتعرض، هنفرض إن الصخور اللي على اليمين دي صخور لدنة، لما تتعرض لتشوه لدن، أيوه، تعرض مثلا قوة الضغط هتتموج أو تنثني. طيب عندك صخور زي كده مثلا برضو هنفرض انها مترسبة بطريقة افقية، لما تتعرض لتشوه تقصفي، طبعا بافتراض طبعا ان الصخور دي ذات طبيعة صلبة، ايوه اللي هيحدث؟ هيحدث لها تكسر، هيحدث لها ايه؟ تكسر. طيب الطيات، لما اجي اعرف الطيات، الانثناءات او التموجات التي تتشكل في الصخور نتيجة خضوعها لقوة الضغط. تموجات زي ما احنا شايفين في الصورة كده، جت منين التموجات دي؟ من اين جاءت؟ جاءت بسبب تعرض الصخور دي لقوة الضغط. يبقى انا كده افهم حاجة، ان الصخور اللي كونت الطية اللي قدامنا دي، التموجات دي، صخور ايه؟ لدنة ولا صلبة؟ صخور لدنة، لانها لو صلبة وتعرضت للضغط هتنكسر، لكن عشان هي صخور لدنة عاملة زي كتاب الطالب كده عندك،
صخور لدنة لما تتعرض للضغط إلا حدث لها، أيوة، تموجت أو انثنت. فالطيات انثناءات أو تموجات التي تتشكل في الصخور نتيجة خضوعها القوى من الضغط. طيب أجزاء الطية، الصورة على اليمين دي يا شباب صورة طية، أدي طية، هي صخور متموجة، تموجات أو انثناءات. طيب عندي أول جزء من أجزاء الطية حاجة اسمها قمة الطية. القمة دي أعلى نقطة في الطية المحدبة، هنتكلم عن بعد شوية عن الطية المحدبة والطية المقعرة. القعر الطية دي أدنى نقطة في الطية المقعرة. عندي حاجة اسمها جناحان، دول طرفي الطية، كتلة الصخور التي تقع على جانبي الطية. عندي بعد كده حاجة اسمها زاوية ميل الجناح، دي الزاوية التي الواقع بين جناح الطية والمستوى الأفقي. عندي دي كل أجزاء الطية. عندي حاجة اسمها المستوى المحوري، ده مستوى مش موجود في الحقيقة، مستوى وهمي بيقسم الطية إلى نصفين متماثلين. عندنا بعد كده المحور، ده خط وهمي ينصف زاوية قمة الطية أو قعرها، دي أجزاء من الطية. طيب تصنيف الطيات، عندي نوعين من التصنيف للطيات. التصنيف الأول حسب ميل الجناحان، عند أربع أنواع من الطيات حسب ميل الجناحان. عندي طية محدبة، طية مقعرة، عندي حاجة اسمها قبة، حوض، كل ده هندرسه بعد شوية. عندي نوع تاني من التصنيف حسب وضع المستوى المحوري، طية متماثلة، طية غير متماثلة، طية مقلوبة، وطية نائمة أو مضجعة. دول أربع أنواع من الطيات حسب وضع المستوى المحوري. يبقى أنا عندي نوعين من التصنيف حسب ميل الجناحات، عندي في أربع طيات، حسب وضع المستوى المحوري عندي في برضو أربع طيات. هنبدأ في البداية خالص حسب ميل الجناحان، عند الطية المحدبة. ناخد بالنا شباب الفرق بقى، عند طية مقعرة نشوف الفرق بين الاثنين. الطية المحدبة طبعا في البداية خالص ممكن يطلب منك انك ترسم في الاختبار، ممكن يطلب منك انك ترسم طية محدبة، ترسم الصورة على اليمين دي، او ترسم طية مقعرة، ترسم الصورة على اليسار دي. طيب الطية المحدبة الجناحان يميلوا بعيدا عن المستوى المحوري، هنعمل مقارنة. طب الطية المقعرة الجناحان يميلوا نحو المستوى المحوري، دي في البداية يقول لك قارن بينه من حيث وضع الجناحان، هتقول له هنا بعيدا عن المستوى المحوري، وفي المقارة نحو المستوى المحوري. طيب أقدم الطبقات موجودة فين هنا؟ موجودة في المركز. طب مين الطبقات الموجودة في المركز؟ الطبقات الحديثة، أحدث الطبقات. يبقى هنا أقدم الطبقات موجودة في المركز في الطية المحدبة، وهنا أحدث الطبقات موجودة في المركز في الطية مين؟ المقعرة. طيب القبة والحوض، القبة طية محدبة والحوض طية مقعرة. طب احنا لما يجي سؤال مثلا اختياري في الاختبار يقول لك نوع من انواع الطيات يميل الجناحان بعيدا عن المستوى المحوري، وقال لك قبة ولا محدبة؟ طية محدبة ولا قبة؟ طب ما الطية المحدبة احنا خدنا من شوية ان الجناحان يميلوا بعيدا عن المستوى المحوري، والقبة الجناحان بيميلوا بعيدا ايضا عن المستوى المحوري، طب هتختار قبة ولا طية محدبة؟ أيوة القبة الجناحان يميلوا بعيد عن المستوى المحوري. بس خد بالك من كلمتين دول، في جميع الاتجاهات. لو شفت كلمة في جميع الاتجاهات تبقى قبة. كذلك الحوض، ما الحوض طية مقعرة، طية المقعرة يميل الجناحان نحو المستوى المحوري. لو قال لي نحو المستوى المحوري بس خلاص يبقى دي طية مقعرة، لكن لو كمل وقال لي في جميع الاتجاهات إذا دي بنسميها حوض. يبقى القبة طية محدبة بس يميل الجناحان بعيد عن المستوى المحوري في جميع الاتجاهات، والحوض طية مقعرة ولكن يميل الجناحان نحو المستوى المحوري فين؟ في جميع الاتجاهات. كلمة جميع الاتجاهات هي اللي تفرق بين القبة والطية المحدبة، وأيضا تفرق بين كلمة الحوض والطية المقعرة. طبعا القبة زي الطية المحدبة أقدم الطبقات في المركز، الحوض زي الطية المقعرة أحدث الطبقات في المركز. طيب النوع الثاني من التصنيف حسب وضع المستوى المحوري، حسب وضع المستوى المحوري. عند أربع أنواع من الطيات، عند طية متماثلة، طية غير متماثلة. طبعا ممكن يطلب منك رسمها، يقول لك ارسم طية متماثلة، هترسم الصورة اللي تحت دي. الطية المتماثلة ايه؟ المستوى المحوري ماله رأسي، شايفين يا شباب رأسي. طب هنا المستوى المحوري في الطية المتماثلة ماله؟ ايوه مائل. ممكن تطلب منك انك ترسم الطية المتماثلة او الطية الغير متماثلة. خد بالك وانت بترسم المستوى المحوري هنا في الطية المتماثلة يجب ان يكون خط رأسي، اما هنا خط مائي. طب ما دام هنا الخط رأسي في الطية المتماثلة اذا زاوية ميل الجناحان مالها؟ ايوه متساوية. طب ما دام هنا المستوى المحوري مائل اذا زاوية ميل الجناحان غير متساوية. لاحظوا يا شباب المقارنات دي، تمام. طيب عندي بعد كده لسه مكمل، عند طية مقلوبة وعند حاجة اسمها طية مضجعة أو نائبة.
الطي المقلوب المستوي المحوري مائل بدرجة كبيرة أدى إلى انقلاب أحد الجناحين، أي إما الطي المضطجعة، وده ممكن يطلب منك رسمة. أيوة، المستوى المحوري ماله أفقي، المستوى المحوري ماله أفقي، زي ما احنا شايفين الخط ده محطوط وضعي أفقي، لذلك بنسميها طي نائمة أو مضطجعة. تمام، دي أنواع الطيات. آخر حاجة عندي سؤال في الاختبار، يقول لك اذكر الأهمية الاقتصادية للطيات. الطيات لها 3 استخدامات مهمة جدا، لها استخدامات كثيرة، في 3 استخدامات مهمة جدا. الطيات دي مصيدة للنفط، هنعرف لما نتكلم عن النفط في الدروس بعد كده إن شاء الله. هتعرف إن أغلب كل النفط عبارة عن طيات أو قبب ملحية، زي حقل برقان مثلا الموجود في الكويت. مصيدة للماء الجوفي زي الطيات المقعرة مثلا، مصيدة للماء الجوفي، وممكن تكون مصيدة للرواسب. كلمة مصيدة يا شباب يعني بتحبس داخلها شيء، المصيدة يحبس داخلها شيء، فمصيدة للنفط يعني تحبس داخلها النفط، مصيدة للماء الجوفي يعني تحبس داخلها الماء الجوفي، مصيدة للرواسب المعدنية الهامة. دي الأهمية الاقتصادية للطيات، ال3 الاستخدامات دول، أو الأهمية الاقتصادية للطيات. ده كانت نهاية درس اليوم يا شباب، بإذن الله رب العالمين نتقابل قريبا في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.